مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من الفضل
عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما نكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستقبلتهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله غمه اليقين ولا مهموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا